سلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ طبعا طولت عليكم في بداية الكلام كله، وعايزين قصر الكلام. طولت عليكم ومعلش، دي حاجة خارج إرادتي، الشغل طبعا مضغوط عليا وكده اليومين دول. فأهم حاجة كل سنة وانتم طيبين، وبمناسبة رمضان إن شاء الله يجعله خير، وإن شاء الله الأمة الإسلامية كلها بخير إن شاء الله. طبعا عايزين نتكلم في موضوع رامز جلال. هو ازاي لحد دلوقتي ما نزلش برومو البرنامج، وما عملش البروباجندا بتاعته في قناته، ولا ان كانت بقى على الصفحة بتاعته على الفيسبوك والكلام ده؟ بس اللي نعرفه ان في بعض الشباب، بسم الله ما شاء الله يا اخوي، يجوا قبل شهر او اتنين او تلاتة، او قبل ما بيجيب حد اي ده قبل ما رامز جلال يفكر ينزل البرنامج. يا جدع، ده احنا بقينا بسم الله ما شاء الله يعني بنفجر اليوتيوب مشاهدات ومشتركين ومش عارف ايه، على اعلانات تطلع في الاخر مش صاحب الفكرة. يعني مثلا رامز جلال ماشي عامل الفكرة محدش لسه عارفها. قالوا ان الفكرة ان رامز جلال هيبقى مريض نفسي، رامز جلال هيبقى مش عارف ايه كده، مختل عقلي، رامز جلال معتوه رسمي، رامز جلال بمبرز مصري. المهم ما علينا، عملوا كمية برومات على اليوتيوب وكتروا منها خالص على اليوتيوب بطريقة شائعة جامدة، واللي جايب لي مليون وشوية، واللي جايب لي 300 ألف، واللي جايب لي 400، واللي جايب لي 12، واللي جايب لي 10 آلاف، وهينزل الفيديو بتاعي ده حالا اهو، تمام، ومش هيجيب ولا مشاهدة. انا عارف ان بتبقى بتيجي مع الهبل دوبل، تيجي مع الهبل دوبل، هي كده. انا مش منزل الفيديو ده عشان المشاهدات ولا حاجه، بس انا قصدي هنا حاجه واحده بس، ليه الناس بتلعب الاكاذيب وبسم الله ما شاء الله المشاهده بتبقى عليها نار؟ ليه يعني الاكاذيب والنار ده كله؟ وليه تبقى محتوى القناه او محتوى اي ناس قنواتها تبقى موثوق فيها وبيعملوا الصح، زي مثلا ما جه عامل مثلا فيديوهات وكوميديا والصح ومش عارف ايه، وانا في مجالي محتواي كذا، والاقي الناس يعني بسم الله ما شاء الله ابسط الامور، قناتي مثلا محتوى ضعيف. يعني مثلا معروف اللي احنا في اليومين دول اللي هزاع جيب رزقها. يعني كلمة هزاع جيب رزقها يعني ايه بقى؟ كل شاب، تاخد بالك الصح، كل شاب عايز يعلم، بص، باور باور، يعلم الباور بتاعه، يوم جايب لك ايه واحدة نص كده، قلع نص كده، ويجيبوها على كانت بقى يوتيوب، تيك توك، اي حاجة، وبسم الله ما شاء الله يا اخي، مليون، تلاتة، اربعة، خمسة. نبينا حيحانين، شعب حيحان، وبقى حاجة غريبة قوي، بقى حاجة غريبة قوي حكاية الروتينات. نيجي لك واحدة مزنقة الجلابية شوية كده وبتاع، ده في موضوع عن حلقة الروتينات دي، ده نبص حلقة الروتينات ده عامل عليها مشاكل مشاكل في مشاهدات، يعني مشاهدات، ده المشاهدات عندنا لو ما طلعتش السما كده يبقى الناس فيها حاجة بصراحة. المهم ما علينا، اللي مستغرب الروتينات، تمام، الروتين اللي احنا بنشوفه اليومين دول، ان كانت واحده ست، ما فيش راجل هنا بيعمل روتين، هيعمل ايه يعني؟ انا مؤاخذه يعني، هيبقى ايه يعني راجل ورق يعني؟ ايه الروتينات بتبقى من الست، تبص تلاقي ما شاء الله يعني ما عادش في احترام ولا ضمير ولا دين ولا بتنجان ولا نعناع ولا كافيه حتى. تبص تلاقيها طالعه مصوره نفسها في الشقه، بسم الله ما شاء الله، جلاليب بقى مزنقه، هدوم مقطعه، مش عارف ايه. ايه ما اكتر الروتينات اللي عايزه حرق دين، ومعظمها من دول شقيقه، لا وبسم الله ما شاء الله عندنا قلدهم، ما شاء الله قلد، ما جابوها ازاي عندنا هنا قلدوا، عملوا كده ازاي ما اعرفش. ويعني الناس نفسها اللي هنا اللي هم شايفينك وعارفينك سايبينك كده ازاي تكملي في المحتوى ده؟ ماشي ازاي وعندك ملايين المشاهده دي؟ انا عايز اعرف. المهم ما علينا، موضوع الروتين ده كبير، وده انا هتكلم عليه في حلقة تانية. بس نرجع لرامز جلال. رامز جلال لحد دلوقتي ما نزلش البرومو بتاع المسلسل بتاع اعلام، فاحنا بقى نقعد نعمل بقى من الحبة قبة، وتخن في العريض يا ولا، واعمل اعلان هنا، واعمل بسم الله ما شاء الله. انا كنت برفع اعلانات ليه عندي، كنت بجيب 200 مشاهد ب
بصراحة يعني 200 مشاهد، هي بصراحة ايه، بصراحة يعني بجد حاجة تضحك، مشاهدات عندي حاجة تضحك، وتلاقي من ناحية تانية اضرب ياض في العيق، مليون، اتنين، تلاتة، مين يزود بطيخة ضربة هنا، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، كرهوني في القناة لدرجة ان انا عايز اعمل قناة تانية اجرب حظ فيها. يعني انا القناة بتاعت احمد شو، شو نمبر وان، يعني انا مستر، هي شو نمبر وان لاني سميت شو نمبر وان بسبب الكوميديا، فانا قلت نمبر لاني بفكر في تفكير من دماغي وبعمل الفكرة دي من عندي، ما بقى مش اصلا راجع ان انا بقلد حد وبعمل مش عارف ايه وبعمل مدرك ايه، لا هي يوميات، ممكن كله بيعمل نفس اليوميات بس مش بنفس الفكرة. فانا عملت بقى ايه، يعني يوميات يعني مختلفة، مختلفة الاشكال، الاب بيعمل كذا والاخ بيعمل كذا. انا ما اتكلمتش عن الام وبتاع، ما بحبش اعمل دور، ما بحبوش دور الحريم اللي الواحد اسمه مش عارف ايه كده، قصير ولا قيصر ولا مش عارف ايه، بدون ذكر اسمه، وجاب لك ملايين المشاهدات والمشتركين، بسم الله ما شاء الله، ده ترند يا اخويا، عشان اعمل واحده ست ومش عارف ايه، ومصرف لك على كاميرا وصرف لك على رينج لايت، انا ما عنديش رينج لايت ولا بتاعنا، انا موبايل اوبو معفن 3 اس تعبان بقى بيهنج من كتر ما انا بعمل المشاهدات والفيديوهات اليومين دول، كل ما ارفع فيديو او اعمل فيديو او منتج بيهنج ال 3 اس بتاعي، ال 3 اس بتاعي بيهنج يا جدعان، ال 3 اس بيهنج، الله يخرب بيته عليك، ده انت موبايل بقيت تعبان. المهم ما علي، شوف انا بتكلم سبحان الله، عايز اعمل كده بيتقل بيتقل، والله ده هيجنني، ده جايب لي شعره في دماغي يا جماعه، والله بكلمكم بجد، جاب لي شعره في دماغي من كتر ما هو بيتقل، خلاص بدات اجيب المنخار من جوه المنخار. المره اللي فاتت فرمطته بسبب ايه بقى؟ ان جيت افرمط الموبايل ضيع من عندي حاجات كتير، تمام؟ بسبب التأخير حاجات كتير بتضيع. فالمهم ما علينا، نيجي في الفرمطة ونيجي في الحاجات دي، نبص نلاقي الموبايل يبقى حلو بعد ما يتفرمط ضبط مصنع، تمام اهو، عم اعمل انا، لا لا انا 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 مش هيسيبني النهارده. المهم بعد ما ضبط المصنع عملناه وبتاع، الموبايل اشتغل شوية وبقى خفيف وبقى بتاع ابن ناس ومش عارف ايه، نزلت يوم خمس ابلكيشنات تقل، عمل زي ما جاله صدمة، صدمة كبيرة، وحاولنا اللي انت عارفها دي، يعني سبحان الله سبحان الله. وتلاقي بسم الله ما شاء الله واحدة هايفة جدا، او واحدة هايف من الهياء، بص كلمة هايف دي عليه كبيرة كمان، عايز كلمة اردق من كلمة هايف او هايفة، تلاقي الاتنين دول الشخصين اللي بقول عليهم دول ماسكين حتة موبايل، يفشخ الموبايل اي واحد ماسك اللي هو اللي ان كان قابل ولا مش عارف ايه، يقول لك انت موبايلك ايه سيريس، معلش الثانية على قدي، غلبان، بشحن بشحن، اهو هنعمل ايه، حتى الكمبيوتر اللي عندي الاتش بي التعبان المخوخ المكوخ المزفت، بعمل عليه مهرجان، بيطلع المهرجان عامل كده، مهرجان طلع بقلوب عامل مهرجان ايه مش عارف ايه، ما ادري يا وصل مهرجان طالع مقلوب عمال بيت اوفر. المهم ما علينا، يعني نيجي نبص بقى، عايز اعمل يعني اطلعها كده اعملها كقناة، عايز اطلع القناة اعملها كده، مفيش فايدة. ابص الاقي ايه بقى، في ناس بتبتدي تقل معايا في الاشتراك، الا اللي عايز يلغي الاشتراك، حبيبي انت راح فين، انت عايز تلغي الاشتراك راح فين، يعني مثلا انا هضيع وقتك، طب ده انا بالعكس انا فين وفين بالمات، بقى برفع فيديوهات اليومين دول، تعال شوف يا اخويا اللي كل يوم وكل شويه تك 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 تك، لما خنقوني بقى كل شويه كل شويه كل شويه ايه فاضيين يقعدوا يعملوا فيديوهات دي كلها، ده انا فين وفين عبال من الميت بقى بعمل فيديو يا جدع، حرام عليك حرام عليا حرام على كل، يعني ايه قناه اليتيمه، اليتيمه يا جماعه، القناه انا سايب والله العظيم تعليقات في كل حته، تعليقات في كل القنوات، في المشهور والمش مشهور، يا جماعه تعالوا اشتركوا في قناه، يا جماعه تعالوا اشتركوا في القناه دي، يا جماعه مش وصلوها، يا جماعه نيلوها، خدوا تاكسي وزقوها، مفيش فايده. يجي مثلا واحد يعني مثلا يعمل حاجه بسيطه قد كده، تبص تلاقيه بوم خد الترند وطلع، وانا لسه قاعد انا مستني على الكنبه، رغم
انا بس بوم، انا بس واحنا قاعدين علينا البنطلون واحنا قاعدين يا بيه، زي عادل امام في المسرحيه ادي اخرتها. ما علينا، رامز جلال ما عملش البرومو يا جدعان، ما عملش الاعلان لسه، يمكن الاعلان هيتعمل في الايام القليله دي. بس بقول لكم على حاجه، هي مشاهداته كتيره وهتيجي باعلانات وبتاع، اخر الراجل ده معدي وفلوسه كتير وبتاع. بس اللي مضايقني برضه ان في شويه شباب لما بيعملوا حتى لو ما عندهمش مشتركين، انا وجيت في اخر الحلقه عايز اقول لكل الناس اللي مشتركش في القناه يشترك، فعل زر الجرس ويتابعنا اول باول. وكان معكم احمد شو، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.